يا شيت بايل. ها ها كمل يا رب. هو انا كده بجيب عند انهي نقطة؟ معلش. النقطة اللي فوق دي هيبدأ يبقى في شغل صح؟ هنزل اوكي، هطلع في لوسز، كام بقى كله؟ هتبقى في 2 برافو على سي بلايم، برافو عليك. هاي وده بتف شيت بايل، دي هي الايكويشن اللي احنا متفقين عليه. ما هي دي الشيت بقى، ده الدبس بتاعه انا جابه قبل كده، ماشي اللي هو الفرق بين ماشي، مين؟ ال 3 ناقص ال سكور 2 الاثنين راح على ناقص سكور على 2، الكور على 2. فرق على 2 تمام. بص بقى طلعت حته وحته لحته من صوت لحد النقطه دي اللي هي 3، طب وبعدين اعمل ايه؟ امشي ازاي؟ همشي اللي هو النص التاني من بص الاثنين، هو هعمل ايه؟ بص هشد شده جامده، بص بص شده جامده، بس بلاش اللون ده. اللي هي تبقى النص التاني من الاثنين والحتة اللي بعدها. يعني اجي هنا كده لحد النقطة دي كده وستوب. طيب اجي بقى هنا كده واخد اللينس برضو زي ما بنشتغل كده مع بعض، اجيب دي كده اهو وادي مسافة رأسية اهي. هدي يقول لي بقى دي كام دي؟ ها؟ يا مسهل يا رب. هو انا كده مشيت جزء اللي هو بقيت الاثنين. خلي بالنا الحتة دي كان اسمها ايه؟ اكس الاكس. مايلس الثانية طيب ودي كلها كان اسمها ايه؟ ودي دي كان اسمها ايه؟ L3. انا مش شايفة الماوس. L3 الكبيرة خالص. ايه صح كده صح كده. وضحت بقى الحته دي ولا ما وضحتش؟ اكتب هنا ها يبقى اللي اتبقى من ال L2 اللي هي الحتة الصغنطوطة، وبعد كده ال L3 ناقص ال X، صح ولا ايه؟ تمام، على 2 ايوه ال L3 ناقص الاكس. بعدين على السي بلانجين. طيب تمام حلو. اجي هنا بقى المسافه دي بكام؟ ها تي اف ماينس تي تو. برافو. طب وهل دي زيها برضو ولا مختلفة عنها؟ لما اجي في الحتة دي كده واطلع لفوق حتة كده اطلع كام؟ هو الصوت بيروح ولا ده حصل عندي انا بس ولا لا انت الصوت ده ما بيروح؟ بيروحش يا ست، ما بيروحش يا ست، والله بيروح يا دكتور. اتهيألك اتهيألك. بس ماشي، في حتة صغيرة دي قلنا صغيرة دي بكام؟ ال اف ماينس تي اف 2 ناقص تي 2 تي على اف سي ماينس تي بلاين. 2 على السي بلاي، بعدين اشد خط كده ماشي واجي كده تاني يبقى في عندي حتة رأسية كده اهي. مش عايزين دي، قلنا عايزين السهم من فوق. ايوه اهي كام دي بقى؟ اكتب ايه؟ يبقى اكس اكس على السي بلاي. اكس تروح تروح اكس ناقص تي اف على سي اللي هي الحتة الصغنطوطة. ايوه
لا ولا اكس ناقص صفر على سي ولا حاجة. خلي بالنا بقى، الحته دي ناقص واحد الحته متر، الصغنطوطه اللي على اليمين صح؟ دي واحد متر، دي واحد متر، ودي اكس. يبقى اكتب هنا ايه بقى؟ يبقى الاكس ناقص الواحد يبقى الاكس دي نعمل دبل كوتس كده، ناقص اكس، سي اف ناقص متر. لا لا، اكس دي ناقص المتر بس تمام على سي برايم. حلو. نيجي هنا تاني في دروب، في دروب، يبقى هعمل ايه تاني؟ انزل تاني اهو، طالع فوق حته كده حلو، حته حلوه. دي كام؟ تي اف ناقص تي اتنين هي دي بالظبط زي الصغيره الاولانيه دي صح؟ اه يبقى تي اف ناقص تي 2 على السي بلاي. كويس. وبعدين مين؟ تطلع على الزيرو بقى صح؟ لا مفيش زيرو يا ست لسه. اجي كده كام دي بقى؟ المتر الواحد برافو على على السي بلاي. نجيب اللون التاني. هي الحتة الصغنطوطة دي على طول واحد ولا ايه؟ بناخدها مع المتر اهو ماشي. كده اهو، بدي نكتب جنبها كده واحد على سي بي. النقطة دي تحت، اطلع فوق بقى كام الطلعة دي؟ هي تي اف على في اعلى سي بلاين. طيب باجي هنا كده، لازم لما اجي كده اروح قافل، مبقاش اللون الاحمر لازم. وانا هرسم البتاع دي تو سكيل صح كده. تاني كده بس كده، هتقعدي السنة الجاية، ايه يا دكتور معلش مش انت سامعك. هتقعدي السنة الجاية سكيل هقعد السنة الجاية. اوكي تمام ممكن في الشيت ماشي، لكن في الامتحان مفيش وقت. انا كده كده ما بخلصش اصلا يا دكتور يعني. مش فارقة صحيح، برافو عليك. ايوه يا بنت، برافو برافو. والله شو الكلام واحد يرسل كل واحد عارف قدرته برضه. نهاية. اف اهو وادي على سي بي اهو. لازم بقى لما اجمع كل الدروبات دي يا جماعه اديني كام؟ drops that equal y صح؟ برافو، كلها تديني واي. بس خلي بالك احنا متكلمين حتتين صغننين اللي هم دول، ها؟ احنا عشان الناس الغلابه، في غلابه معانا هنا كتير طبعا. احنا ايه؟ ما سمعتش. الناس غلابه معانا كتير هنا. ايوه قبل الغلابة احنا ايه بقى؟ ايه دي؟ كام دي قلنا؟ ايه؟ هي فين دي بس يا دكتور عشان مش شايف. يا دكتور تي اف ناقص تي 2 على السي بي. هو ايوه، هو انتوا قصدكوا على الحته الصغنطوطه خالص هو ال... جرى الحمراء. عشان نبقى كتبنا كله ماشي ماشي تمام. اختها ايه؟ اللي هي كانت زي اللي قبلها. بالظبط صح هي دي الناحيه دي، دي عشان خدت خليها، خليها بره كده ممكن يعني نخليها عرفنا. بالاحمر برضو ونعرف ده خلاص يعني ممكن نخليها بالاحمر فنفهم ان هي يا نفسها. سلام بس كده. بص بص في الحته دي بقى. كده تمام. لما نجمع بقى كل دول مجموعهم بكام قلنا؟ بالواي. طب في سؤال بقى، حد يقدر يقول لنا كده الحته دي معناها ايه؟ بصوا كده، حد يعني يقدر يقول لنا الحته دي ايه دي؟ طب اكتب عليها ايه؟ اللي هي الهيد لوس المسافة الرأسية دي اكتب عليها ايه؟ ليه اكتب خلي نفسك عليها يا دكتور. ها؟ ايوه اكتب عليها ايه؟ بلس صح؟ ينفع كده؟ خلينا قبل كده، تنفع كده؟ سكشن اي اي و وان سكشن وان. دبل اي ده الهيد عند وان وان. مش احنا قلنا المره اللي فاتت 1 1 ده باخد سيكشن كده بشتغل عليه اللي هو يا دوبك عند فين؟ عند البدايه هنا بالظبط. ده 1 1 اهو فعلا، ادي 1 او اي اي يعني. دي بالظبط هو مين؟ الابليفت بتاعه بالظبط اللي احنا حسبناه. ف
فاكرين الهيد بيساوي كام؟ الواي ناقص المشوار على السي. او جميل جميل قوي. بمعنى كده في كل مكان هنا انا في اي وقت يعجب دي اقدر احسب مين؟ الهيد لوس الابليفت. او الابليفت اي مكان يعجبني اقدر احسب فيه الابليفت دايجرام، اي حته تعجبني بعد كذا اقدر اجيب القيمه اللي انا عاوزها. فده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه الشكل اللي احنا سميناه ده؟ ابليفت دايجرام. ابليفت دايجرام. اللي حصل؟ هو في حاجه تالت؟ لا لا. تمام. الابليفت دايجرام ده مقلوب مين؟ بالمايه اللي فوق. ها الابليف دايجرام ده مقلوب مين؟ ال هو الشيت فورس دايجرام. لا اوكي المايه اللي فوق صح اللي هي اكتيف. وفي مايه فوق؟ مش احنا عندنا مايه عند الكراس ليفل في الابستريم واقفه المايه واقفه. ايوه بس مش ليها طول ليها عرض جمال. مقلوب ايه طيب؟ مقلوب التوتال انرجي لاين بس رسمينه من تحت مش من فوق. ذا انرجي تحرك نهايه. يبقى الانرجي في الاول كبيره قوي واحنا مش عمال تقل 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 هوب بقت زيرو في الاخر. ده الانرجي لاين بتاع الميه من تحت زمان خطوها في الهيدروليكس تقريبا حاجه كده يعني. ما علينا ما علينا. بيجي يقول لي كده بقى هنسمي مع بعض النقطه دي كده النقطه دي كده نسميها 1. بصوا كده 1 ودي تحت خالص على البيز كده بتاع الشيت بايل نسميها 2. النقطه اللي فوق الثانيه دي كده اسمها 3. حلو. هيجي يقول لك بقى ارسمي لي بريشر ديستريبيوشن والنت بريشر ديستريبيوشن على الشيت بايل وول اللي انت عملتيه ده. يا سلام سهله. هتروح جايه زي الشاطره كده جايب الشيت بايل وول بره كده اهو الشيت بايل وول اهو. حط النقط بتاعتك اللي انت قلتي عليها. يبقى النقطه دي بوينت 1 النقطه دي نبدي شويه بس الناس تشوفها. بقى بنمسح عشان هنكتب هنا كده 2 هنا 3 نكتب هنا 4 اللي فوق دي 1 وبعدين النقطة اللي جنبها دي نكتب 2 النقطة اللي هنا النقطة اللي فوق لما نرجع اسمها 4 هنسميها قلنا توتال شيت بايل وول. يلا حد يقول لنا بقى نعمل ايه؟ انا هقول ايه حد يقول لنا طيب ها البريشر عند 1 بكام؟ الله اللي هي البوينت اللي هي عند الشيت بايل في الدايجرام اللي احنا رسمناها. اي بريشر هيد يا ندى بيساوي المشوار لا الواي ناقص المشوار على السي وشكرا. مش ندى هو الهيد اللي تحت. ده اللي قلته اللي هو السبيس بقى اللي هو مكان الاسهم بقى مش يعني. برافو عليكي. يعني بص ممكن اجي اعمل ايه لو يعني اكيد طبعا انت مركزه وشاطره برافو عليكي. هرسم حاجه كده قولي صح ولا غلط. ماشي هاجي عند الوان دي وهقول لك الهيد عند 1 عند النقطه 1 دي اهو. هل ده صح ولا غلط؟ بس كده
صح ده ولا غلط؟ عند 1 صح، لكن عند برافو 2 عليك، بتبقى اللي فوق بس برافو غير عند عليكي، 2. صح، برافو، شاطرة. عند نقطة 2 فين؟ في النص من هنا كده، ده بتاع 2، بتاع 3 هو هو عشان 6 بتاعه قليل ما عملهاش نمشي حاجة. وعند الفور بقى يمشي معاكوا ده ولا ما يمشيش؟ يمشي يا روان يمشي اللي هو الحتة اللي عظيم الصغنطوطة اللي فوق. عظيم، يبقى الاحمر ده على نقطة 1 هيد كبير قوي، مشيت مسافة اللي هي الدبس بتاع الشيت باي وول بس على السي بلاي، بقى في النص اللي هو الاورنج التاني ده، ثلاثة كمان دبس بتاع الشيت باي وول، يبقى وصلت لآخر نقطة، يبقى ده الصغنون ده هو الهيد على نقطة 4. هل حساباته صعبة؟ أي مكان هقول الواي ناقص المشوار على السي، على نقطة 1 واي ناقص المشوار على السي، 2 ماشي، 3 2 زي 3 4، يبقى واي طلع بقى محمد ياسر اسمه ده، قول معايا محمد ياسر بيقول لك ايه بقى، سوري ياسر محمد بيقول لك ايه، قلت طب نوجع دماغنا ليه؟ ما انا لو جبت البريشر عند 1 برقم هقول البريشر عند 2 بيساوي البريشر عند 1 الدبس بتاع الشيت باي وول على السي بلوك، ينفع؟ ينفع طب ينفع اجيب عند 3 ما توزن 3، طب ينفع نفس الحاجة. البريشر عند 4 بيساوي البريشر عند 3 ناقص الدبس بتاع الشيت باي وول على السي بلوك. أو 1 وأشيل منه 2 الدبس. شاطر قوي، او 2 و2 و4 صح كده، هنا ايه؟ نصحى انت نصحى. أنا قلت حاجة غلط صح؟ لا قلت حاجه صح يعني، بس يعني مش مهم مش مهم. طب تمام، بص بقى كده نيجي نرسمه ازاي بقى. طبعا انهي بريشر اكبر، واحد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ 1 1 طبعا. هاجي بقى زي الشاطر كده النجم يا ابني، ضرب دي كده، ده قيمه البريشر اهو ماشي، وروح ضارب قيمه البريشر عند مين؟ عند 2. 2 طيب يبقى مين ده؟ اجي هنا اروح الاثنين تلاتة بالظبط ماشي. طب هو ده عند فور زغنون بقى تعب من كتر المشوار، وبعدين نعمل ايه؟ وصل. يبقى ده معناه ان قيمة البريشر هنا او الضغط، بص نعمل ازاي، اعمل كده صح كده؟ طب وهنا معانا ولا مش معانا؟ ما حضرتك يا دكتور، اهو جميل اهو، يبقى الحته اللي فوق دي ممكن اكتب عليها بقى الحته الافقيه دي كلها اسمها البي عند 1، تحت دي اسمها البي عند 2، على اليمين دي اسمها قيمه البريشر عند 3، اللي فوق دي اسمها قيمه البريشر عند 4. قيمه يبقى بي 1 دايما بتساوي قلنا ايه؟ كان بيساوي ايه؟ قاعدة كده، ها؟ ناقص المشوار على السي بلاي. سي بلاي بقى اللي كله ولا الواي بس ولا مشوار بس؟ سي بلاي على كله ولا مشوار اللينك بس. لا يبقى ده التوتال بريش ديستريبيوشن شيت باي وول، تمام. طب هو في نت بريش ديستريبيوشن؟ في نت ولا كل توتال في نت؟ في نت لان في ديفرنس. يعني ممكن ارسم كده وارسم بقى النت بريش ديستريبيوشن، ارسمه ازاي النت بريش ديستريبيوشن ده؟ البوينت اللي فوق هتبقى P1 minus P4 عشان عكس بعض في الاتجاه، برافو، يبقى ده النت وهتقفل بزيرو تحت، تقفل تحت بصفر. يبقى معنى كده انا هاجي زي الشاطر كده اروح جايب دي كده، ها النت ولا مش هو؟ هو
اعمل الحته الصغيره اللي فوق دي في واحد ناقص لو اللي فوق خالص في واحد ناقص البي 4 ولا حضرتك قصدك انهي؟ ايوه البي 1 ماينس بي 4 برافو. يبقى ده كده بي 1 ماينس بي 4 ده النت ده التوتال. طب لما اجي اصمم بقى اصمم على النت ولا على التوتال؟ حد يقول لي كده لما اجي اصمم كستريس بريشر يعني صم على يعني كام؟ على النت كام اكتب كام يعني اروح اروح اشتري شيت باي يشيل بريشر بكام؟ اللي هو ال P1 minus P4 صح عشان ده الماكسيمم او ده الاكتر حاجة شايلها الشيت. ده يا دكتور P1 minus P3 غلط P1 minus P4 المفروض. انا قلت P1 minus P4. حد عنده كلام تاني؟ البؤساء النت قطع ولا ايه؟ لا لا سامعين حضرتك يا دكتور. لا لا مش موجود. لقيت خرس خالص مفيش صوت ايه ده؟ نصمم على زي ما هي اتنادى كده البي 1 ناقص بي 4؟ يعني اروح اشتري شيت باي لول يشيل الاسترس ده؟ الواد ده الواد ابراهيم اسمه ده ابراهيم فرج قال لك لا 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 ده مشروع كوستل شاطر ابراهيم عايز ايه؟ قال لي لا يا دكتور لازم اصمم الشيت باي لول على البي 1 يا دكتور. اشمعنى يا ابني؟ قال لي في بدايه الحركه يا دكتور هيبقى عليه بريشر بيساوي كام؟ بي 1 يعني قبل ما يلف يبقى بي 1؟ قلت له قال طب افرض بقى انا صممت على البي 1 ناقص بي 4 وهو لسه بيتحرك في البدايه البي 1 اكبر هيروح كسره لك ولا لا؟ هيتكسر. يبقى انت ما عملتش حاجه يبقى لازم اصمم على الكريتيكال اللي هو البي 1. ماشي حلو 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 سهل بقى الموضوع؟ سهل الموضوع ولا صعب؟ يعني ماشي ماشي ربنا يستر. طيب يعني الموضوع هنا ما فيهوش صعوبه ما فيهوش صعوبه ولا حاجه يعني 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 ممكن مثلا في الامتحان يجي يقول لي حاجه زي كده مثلا بصوا كده ممكن يجي في الامتحان يقول لي حاجه كده؟ هو ايه السؤال؟ في الامتحان يعني هل ممكن مثلا يجي يقول له في الداتا بتاعت الامتحان او السؤال الاب ستريم بيد ليفل كان 12 والداون ستريم بيد ليفل كان 9؟ الهضار بتاعي ده بيشيل لحد كام متر؟ مش قلنا في كلير الويل اللي قدامنا دوت في حاجه اسمها كلير ويل يشيل لحد مش قلنا نقرا الكلمتين اللي عندنا في المنظمه ولا حتى بيقرا حد بيعمل يشيل لحد متر ونص يعني يعني متر متر ونص شغال في دروب في الفرق في الليفلز يعني. طيب ده الفرق كام ده 3 متر ينفع اعمل هدار واحد؟ لا لا مضطر اعمل كام؟ يا 2 كل واحد يشيل متر ونص يا 3 متر 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 صح؟ صح حلو حلو قوي يعني ما ارسم يا راسي شكلها عامل ازاي دي؟ شكلها ده يبقى حلو ولا وحش؟ ده شكلها بتحفه. بصوا بقى عامل ازاي لو انا عامل مثلا تلات هدرات بصوا كده اروح
واخد هنا اول حاجه الفرق متر المنسوب الايه البيد ده كده متر مكمل امشي شويه حلوين كده اطلع تاني ماشي ريست تاني ماشي انزل متر فرق بين ده وبين ده امشي تاني كويس واطلع تاني كريست ومش قافل بقى كانك بتعمل هدار لوحده بقى كده يجي بقى زي الشطار بقى زي ما كنا شغالين كده 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 من واحد لواحد وبتاع مش عارف ايه نطلع كده كده واحد لواحد برضو نطلع واحد لواحد برضو زي ما كنا عملنا اول واحد كام بقى حد يقول لنا كده المنسوب ده كام اللي هو 12 ده 9 11 فرق متر متر ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ازاي ده ولا اعمل ايه ده ولا حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه زي ما احنا ماشيين هتشتغل وعادي جدا مفيش اي مشكله حد بقى يتحفنا الاول يقول لي دي بكام طيب بكام اجيب مين الاول لا لا حلو مساء الخير مساء الخير جيب الاول دي بعدين بنتصرف مع بعض مين ده كريست ليفل بتاع الحته دي بكام صح نجيبه يا عم نجيبوش ليه يا صغيرين يبقى ده اسمه كريست كريست كبير هنعرف نجيبه ده مش هنعرف يا رب هنعرف نجيبه زي ما خدنا قبل كده كانه هدار واحد معادله وكيو ماكسيموم ومين ومش عارف الحاجات الحلوه دي ماشي يبقى الواي بيساوي كام بقى اكتب الواي بيساوي كام هو اهي الواي بيساوي كريست 1 ماينس 11 كريست اللي جبناه ده ناقص كام يا ندى تعبانه 11 ليه 9 بقى الميه واقفه فين يلا اول كريست اول كريست اول كريست ندى بقى مش عاجبها انت عارف ندى بتقول لك ايه يا سلام يا دكتور يعني عايز تفهمني لما الميه تمشي وتنزل هنا وبعدين تطلع ومش عارف ايه بتاع لما اقفل الميه محبس الميه بتاعي ده مقفله الميه هتقف هنا اللي في النص هيروحوا فين الميه دي هتروح فين ليها مكان يعني ايه مش فاهم يعني لما اجيب مش المايه ماشيه رواية المايه ماشيه كده حلو انا هاجي هنا في المايه اللي بتغذي المايه تقف فين على انهي منسوب ورا الوير الثاني على طول ما هتقف الاول ورا الوير الاول بس في بعض المايه تقف هنا كده بص كده عشان نغير اللون بس المايه تقف هنا كده الميه المقطع الميه بتاع التغذيه بتاعتي الميه تقف هنا كده يعني زي ما اشتغلنا قبل كده السؤال بقى الميه هنا تبقى فين عند الكريست برضو بتاعت ال عند الكريست طب واللي في الاولاني برضو الكريست برضو هنا لكن الكريتيكال ايه ان ما يبقاش فيه اصلا يعني في بدايه الحركه خالص لما الجسم ده بنيته والميه بدات تتحرك بقى بتيجي اول مره الميه تيجي يبقى الميه تتحرك تعلى 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 توصل لحد فين؟ ومفيش حاجه لحد الكريست اللي هنا
هل في ميه هنا؟ لا لا. كريتيكال كان الميه واقفه وانا قفلت المحبس فالميه وقفت لحد هنا بدا اشتغل عليه. يبقى فين بقى الباي بتاعتك ان شاء الله؟ اوكي يبقى مع التسعة. باي اهي. ايوه. يعني من هنا كده بصوا. بكتب ايه بقى زي ما انا كاتب بقى كده؟ يبقى الكريستيف بتاع اول هضاره اهو ناقص 9. لان الواي دي لو احنا خدتها صغيره ندى الواي دي محتاجه فرشه قد ايه؟ هي دي هي بقى صغيره. دكتور انا بس عندي سؤال، لو احنا خدناها مع التسعة عشان كلهم فاضيين؟ ايوه ايوه، لان المشوار ندى عشان الميه تتحرك تحت القاعده وتطلع. تفتكري يا ندى الميه تطلع من ايه؟ من هنا ندى؟ ايه هتطلع من هنا؟ مش الميه هي ماشيه نفسها تطلع في الهواء البريشر بتاعها بزيرو؟ اه. هل ينفع تخترق القاعده من تحت وتطلع؟ لا. طب وهنا ينفع؟ لا برضو. طب هنا ينفع؟ اه. اه يبقى الواي بتاعتك بقى من بدايه الحركه لنهايه الحركه. تمام. يبقى الواي بتاعتك الكريست اهو الداون ستريم التسعه اهي، يبقى كده مظبوط. ماشي؟ يبقى اللينس بتاع بيركوليشن ده زائد 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 كل ده هيساوي الواي السي بلاي بتاعتي. ماشي؟ ماشي يا جماعه؟ اه تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. سؤال بقى لمين؟ الناس اللي معانا يا ابني. احمد مصطفى طحان. عم طحان. عليك يا دكتور. تعرف تقول لنا المسافه دي بكام يا طحان؟ عشان انت ابني شغال في المنطقه دي؟ قال لك انا شغال في المنطقه دي من زمان. بنقول طحان. تعرف تجيب لنا المسافه دي بكام يا طحان؟ لما تيجي تبني الهدارات بقى، تعرف تجيب لي المسافه دي كام يا طحان؟ لا يا دكتور بصراحة. لا يا حبيبي تعرف. ازاي طيب؟ برافو عليك. المية دلوقتي لما تيجي ان شاء الله بعد عمر طويل ربنا يوفقك المية دي، المية دي تمشي كده. حركة تعلى وبعدين تمشي كده. أنت محتاج إيه عشان تبقى في الأمان؟ محتاج إيه لينس؟ إحنا اسمه إيه عشان تبقى في الأمان؟ إيه؟ كده برضه؟ جلس كور لينس معين عشان ما يعملش نحر في القاع. اه دي حقيقة. برافو. طب ايه سكور ده ليه قانون؟ اهلا يا رب. ايه سكور ده ليه قانون؟ اه يا دكتور. اه. هو؟ لا هو 0.61 في سي بلاي جذر الواي. السكور ده 0.61 سي بلاي جذر الواي. المسافه دي بقى ما تقلش عن الرقم ده عشان انا اوريدي مش حاطط في حساباتي ال ال 3 او ال سي بيج اللي كده كده في الاخر خالص. 3 عارفه 3 وال 1 والحاجات دي يبقى في اخر حته بس. اه اكس والكلام ده في اخر حته بس. خلي بالك ندى 0.61 سي بلاي جذر الواي داش. واي داش؟ مين واي داش دي؟ مين واي داش دي؟ ايه الفرق ما بين من يعني كل وير لوحده؟ برافو عليك صح كده؟ صح يعني بص كده الواي داش اهي. الواي داش اهي. من كريست لحد هنا. الواي داش اهي. من كريست لحد هنا. صح كده؟ اه اوكي. مظبوط جدا تمام. ايه اللي صعب هنا يا جماعه؟ ايه المشكله اللي عندي؟ هل في حاجه صعبه وانا بحل هنا ولا مفيش حاجه صعبه؟ ماسر بقى لك لا احنا مفيش حاجه تقف معانا. ازاي عم تعمل ايه يا عم ياسر؟ قال لي ولا حاجه. هعمل تشيك هنا السكشن ده وتشيك على السكشن ده. طيب الماوس تعب. تشيك على خلاص يا عم. تشيك على السكشن ده
تشيك على السكشن ده، تشيك على السكشن ده، صح كده؟ ليه بقى؟ زي ما اتفقنا بقى، قلنا هنا مفيش ميه اه، وهنا مفيش ميه اه، وهنا مفيش ميه اه، اعمل ايه؟ السكشن الاولاني دوت هقول ايه؟ يلا يا جماعه بصوا كده هعمل لكم، لا تبقى واي ماينس المشروع. لا ما تستعجليش يا بنتي، ما تستعجليش، ما تستعجليش يا بنتي، ما تستعجليش، ما وراش حاجه، عشان نعرف انك هتغلطي يا ندى. او هنسمي السكشن ده كده اهو واي، يلا ندى تعرفي تجيبي دي؟ بدي اكتب ايه؟ المفروض تبقى واي الواي ماينس، لا لا واحده 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 واحده، واي بس ولا واي داش؟ واي داش. اشمعنى؟ عشان انا بشوف تاثير البارت اللي هي ما فيهاش ميه على البارت اللي قبليها، فانا بكمبير ما بين 12 و 11 صح؟ صح. طب لو انا كتبت الواي مش عاجب، مش عاجب، مش عاجبني كلامك اعمل ايه؟ يعني ايه؟ انا مش عاجبني الواي داش بتاعتك، روح انا كاتب حول واي ناقص ها المشوار على السي صح؟ بس هاخد المشوار من ورا بقى. لا انت عارف هو بده قدام عشان تجيب من ورا، مش عارفه لسه المشوار اللي من ناحيه العكس كام. يبقى لو انت شاطره كده زي ما انت قلتي هو الواي داش ناقص المشوار على السي، والسلام عليكم وعليكم السلام، برافو عليك. واحد تاني لا 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 مش عايز كده، عايز ايه؟ هقول لي واي مش واي داش، واي ناقص المشوار لحد 1 1 على السي زائد 2 متر. زائد 2 متر ايه 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 بقى 2 متر لا 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 ده اقول ايه كمان ايه؟ بص بقى دي كمان ناقص 2 متر مش زائد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قالك اه خلي بالك هي الميه اللي بتبدا تتحرك من هنا وتيجي تزق لهنا كده، هل هي الهيد كله من هنا لحد الاخر؟ هل في اعتباري في دول كمان معايا ولا مش معايا؟ لا دول مش معايا، لا مش معايا، لا مبدئيا مش معايا، يعني الميه تطلع من هنا يعني لسه ما يعني الهيد نفسه مش عايز، يعني فاهمين ايه؟ يعني من منسوب الميه ده لمنسوب الميه ده، ده الهيد المفروض في الحته دي، يبقى هقول واي المسافه كلها واي الكبيره دي ناقص المشوار على السي لحد الحته دي، اطرح كمان ال 11 ناقص 9 اللي هي 2 متر، المايه لو خرجت هتخرج من هنا ولا من هنا؟ الاول معلش ممكن تاني تاني معلش بص كده هقول واي، لو انا هقول كده يعني ناقص الديليفري لينس اهو مين؟ يا رب ايه ايه اللي حضرتك قلت يا دكتور الصوت قطع؟ سي هقول واي ناقص الدليفري لينس على اه على السي بي واي ها كمل اه تكتب ايه؟ انا بقى مش فاهمه موضوع ال 2 متر ده مش مهم يعني. مش مهم مش مهم مش مهم مش مشكله مش مشكله اهو عشان تبان اهي اهي فاهم حاجة؟ استنى نعمل بس القوسين الأول عشان تبان، معلش ثواني ماشي ولا مش ماشي كده بقى؟ الواي الكبيرة دي يا جماعة من البداية للنهاية، هل المية عند السكشن بتاعي عند 1 1 ولا عند اخر واحد اخر سيكشن؟ لا عند 1 1 عند 1 1 الهيد لحق يعمل حاجه، الهيد صغير لسه مش بالكل ده، لما اجي عند اخر سيكشن يا جماعه اللي هو ده اه يبقى عندي حق،
الواي توتال اهي كلها اللي عندي دي اللي هي فوق كريستاس ناقص التسعه ناقص المشوار كله بقى ده وده 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 على السي ماشي، انها تخرج من فين؟ تخرج من هنا. لكن انا بعمل يا جماعه بص يا روان بعمل تشيك على ايه؟ ان الميه احتمال تخرج منين؟ من اي اي ده يعني تكسره وتعدي منه. طب الفرق كام بتاع الواي بتاعته اللي هتكسره وتعدي منه ده؟ الكريست بتاع ده ناقص ال 11. دكتور هو مش انا لو خدت الواي الكبيره دي ماينس يعني على بعض ماينس ال 11 ماينس 9 دي مش كاني بجيب الواي داش؟ ما انا بقول لك يا ندى انت عندك حق، انت لو اشتغلت بالواي داش زي الفل ماشي. انا مش قصدي، انا قصدي يعني هل كده انا فاهمه صح اللي هو ال 11 ماينس 9 دي؟ فاهمه صح. فاهمه صح. فاهمه صح. سؤال بقى ليك انت بقى ندى بقى لو انت فاهمه صح هتجاوبيني عليه ماشي يا ندى؟ تمام. طيب بص انا لو انا عملت هنا كده ندى قولي لي بقى تعملي ايه؟ لو حضرتك عايزها in terms of y؟ لا in terms of الواي داش بتاعتك هتعرف تشتغلي بيه؟ لا عشان هتبقى في النص بس مش هيبقى اضطر غصب عني اعمل ايه؟ اللي هو اشتغل باللي هي الواي ماينس ال 10 ماينس ال 9. برافو عليك، يعني مش هيبقى ناقص في الاخر بقى 2 متر، يبقى ناقص كام؟ واحد بس؟ واحد بس. واحد متر. متر واحد بس من جوه. طب واخر واحد 3 3 كله بقى، كله بقى واي ناقص كل المشوار على السي من غير مفيش حاجه، مش هنقص حاجه. تمام كده. اسمه ايه بقى الشكل اللي قدامنا ده؟ اسمه الشكل ده تدوير الهضار المتدرج، ان مش هقدر اخد الميه بفرق الدروب 3 متر مره واحده في هضار واحد، هاخدهم على مراحل عشان الميه نزلت 3 متر دي هتبوظ لي القاع نهائي. هديك القاع بتاع الايه؟ بتاع الخرسانه، انك هتكون نازله كانها شلال. واخدين بالكم قد ايه؟ الميه فرق مسيب 3 متر من اب والداون بالنسبه للبيد يعني، عشان الميه بقى تنزل الارتفاع ده كله الشاهق ده كله وتخبط تحت بالسلامه انت بقى. انت فاهم حاجه؟ مش مهم جماعة بتوع النت، في صوت اهو لما صوت حد بيخبط في حاجة اهو. النت شغال، النت شغال، الناس ماتت يا ابني والله. اه يا دكتور موت. تخيلوا بقى يا جماعة، بص يا روان. ايوه يا دكتور. تخيلي بقى يا روان وانت بتعمل لي ابليف دايجرام بالشكل ده. لا يا دكتور لا. شو تخيل انت عامله اصلا ابليف دايجرام لهضار واحد وكنا خايفين صح؟ لا يا دكتور لا. شو تخيل دكتور ممكن اسال سؤال؟ قول يا ابني. وده معانا في الفاينل ولا لا؟ ده اديشنال يا دكتور والله متعب قوي يعني. هيني ده ان شاء الله باذن الله احنا معانا في كويز الاسبوع الجاي بقى عشان نشوف الناس دي. كمان عندنا اسبوع جاي ولا مفيش؟ لا مفيش. لا مفيش يا دكتور والله احنا مزنوقين والله في كل حاجه حرفيا. ليه يا حبيبي مزنوق ليه يا بابا؟ دكتور ده لسه اصلا عندنا بس احنا هنعمل كمان لسه الفاينل السبت اللي بعده. ليه؟ عندنا تسليمات يا دكتور وبروجكت برزنتيشن لحد يوم الثلاثة اللي جاي والفاينل السبت اللي بعديه على طول. ليه؟ ده ونزلت؟ لا بس في دكاتره بلغتنا بمواعيد الامتحانات. كله عمال بيقول لنا المواعيد مش عارفه ليه. يعني خلينا زنا وحش قوي في الاخر يعني في فاكرين ان احنا يعني هنعمل مواعيد ايه؟ مواعيد ايه؟ امتحان فاينل؟ يعني في ناس قالت لنا 23، في ناس قالت لنا 25، كل في مواد يعني قالوا لنا عندنا ماده 23 وعندنا ماده 25، دول اتاكدنا من مواعيده من لحد دلوقتي. ده مين دكتور مين ده؟ يوم 23 دي سيمتري دكتور علا. يوم عشان في الجامعه طبعا وعارفه كل حاجه. ويوم 25 بلاننج 1 دكتور محمد سعيد برضه قاعد في الجامعه وعارف المواعيد، ما حدش عرفنا اي حاجه عن الكلام ده خالص. هو لسه مفيش حاجه نزلت اوفيشال يعني، احنا بنقول لهم طب انتوا معاكم جدول. ما انا عارف، انا فاهم. انا فاهم بس انا بقول لكم احنا متسوحين بس احنا هنعمل اساينمنت على الكلام ده يعني. احنا قلنا حتى البشنطي نزلوا بدري، لسه ما نزلوش. هو قال ينزلوا كان من قالوا ينزلوا بدري عشان نلحق نسال حضرتك او نساله او كده يعني، عشان احنا بن 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 بنطول في حل الحاجات دي. ماشي ماشي. طيب خلاص ماشي.
هتلاقي بقى ماشي بقى ان شاء الله كده المره اللي جايه بس نتكلم معاكم بس حاجه بسيطه الاول كده عشان المره اللي جايه بس تبقوا عارفين هنتكلم على ايه. نتكلم بقى المره الجايه على حاجتين في بعض دبل بقى عشان ايه نقفل. هي مين؟ كده بقى ها فيرا ليه ريجوليتر ويز لوك ايه مينينج اوف ريجوليتر ويز لوك اظن ده يلا هويس اسمعوا على ناطر يعني ناطر يعني ريجليتور حلو. اول ما تسمع كلمة ناطر دي يعني جيتس بوابات. يبقى البوابات دي بتعمل ايه في الميه؟ تريجوليتر فلو ايوه بتتحكم او بتنظم مرور الميه من تحتها عشان تعدي من الاب للداون بالكميه اللي انا عاوزها صح كده؟ صح حلو يا ندى دكتور رحت لوس واسوان قبل كده؟ لا يا ساتر يا رب روان رحت الأقصر أسوان؟ رحت بس كنت صغيرة أوي وفاكرة مش مهم بس رحت ربنا وفاك ورحتي أنا فاكرة إن إحنا كنا شفنا يعني هناك. لا لا مش مهم بالنطر دي ولا حاجة بس ركبتي مركب؟ ركبت مركب أكيد. طب المركب دي عدت من النطر من البوابات؟ أكيد لأ أنت هتغرقي الماية بتعدي من تحت يا نهار أسود إيه ده؟ المايه بتعدي من القناطر بالمركب مش معقول. امال المركب هتعدي ازاي من القناطر يعني؟ يعني ازاي بتروح من اب ستريم القناطر داون ستريم القناطر؟ هتعدي من فوق القنطره يعني؟ لا باجي بقى جنب القناطر دي بالبوابات الكتير دي بقطع حته من القناطر واعمل فيها هويس. هويس ده اللي بيعدي المراكب من المناسيب العاليه للمناسيب الاقل اللي هو بيقعد يقفل يفتح البوابه ويملا المايه ايوه يملا المايه ويعمل المركب تعلى لفوق تعدي المركب وبعدين تعدي الناحيه الثانيه وتروح مش عارف من فين كده وهكذا. تمام هتلاقي كل كمان النايل كروز لازم تعدي من هنا. تمام حلو قوي. يبقى المره الجايه ان شاء الله بقى ايه هندرس موضوع القناطر دوت والنظام بتاعها عامل ازاي والبوابات عامله ازاي وبقفل البوابه دي امتى عشان ممكن اقفل بوابتين. طب اعمل صيانه ازاي؟ البوابه دي بتتحط بين ايه يا جماعه؟ البوابه بتتحط بين ايه؟ بين تو ايه؟ different levels البوابه بتتحط بين تو ايه؟ يا عيني البوابه بتتحط بين تو مش فاهمه جروبس مش فاهمه ايه المقصود؟ البوابه بتتحط بين تو ابارتمنت و اسمها ايه دي فاكرين اسمها ايه دي خدناها في الزمان اسمها ايه دي تينج وولز صح يعني عربي اسمها كده دي بير ايوه برافو عليكي كده. لو انتوا فاكرين في الارش بريدج فاكرين ارش بريدج؟ اه بيرز عشان تقسم السبانز اس واس 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 اه ايه بقى الجديد بقى عندنا في ال ها في ال في الريجليتور احنا بنعمل ايه هنا بقى؟ جروفها هيبقى فيه بوابه تجويف كده جروف هيبقى فيه بوابة تجويف كده الناحية دي واختها الناحية التانية فيها تجويف زيها طب وهنا؟ هنا برضه في تجويف كده
من ناحيتين اهو تجويف كده عشان الشيت بتاع الستيل بتاعنا لما ننزله ونطلعه وبتاعه كده يعمل هنا ايه؟ يجي هنا كده ينام في الحتة دي او يبات في الحتة دي. يجي هنا كده بعد ما يروح للناحية التانية ويعمل ايه بقى في الحتة دي؟ يقفل البوابة تماما بالمنظر ده. زي اكيد طبعا ممكن اعمل الناحية التانية برضو. قفل البوابة دي كمان. الناحية التانية برضو. من اليمين. هل في ما يتعدي هنا او من هنا؟ لا. يبقى كل البريشر بتاع الووتر جاي ازاي؟ جاي كده. على الشيت بايب. وفين تاني؟ على البغلة. او. طب هل ده ممكن يعمل مشكلة للبغلة؟ هل 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 خدنا في الارش بريدج حاجة كده؟ لا. امال ايه الكيسز بتاعت الارش بريدج للبغلة كريتيكال؟ ها؟ نو ماكسيمم نورمال فورس 2 ماكسيمم اكسنتريستي. مش ده كان حمل جاي من الكوبري عليها؟ اه دي حقيقة. قال بقى خدنا الميه بتاثر فيها ازاي؟ قال لك اه خدنا ازاي يا ابني؟ قال لك يا دكتور الميه ماشيه كده من الشمال ومن اليمين والشمال زي اليمين يبقى مفيش حاجه. لو واحده منهم فاضيه. لكن هنا بقى في بوابات. لو قفلت بوابه وفتحت الثانيه مفتوحه جت من الناحيه دي وانا دراي تعمل اوفرتيرن قصص بقى. دي بقى ان شاء الله نعمل مع بعض ايه المره الجايه. كل ده هنعمله في ويك 15؟ مين؟ كل ده هنعمله في ويك 15؟ بس هسأل نفس السؤال. نعمل ايه؟ كل ده هنعمله في 15 يا دكتور. ده ابني ده احنا لو عايزين ناخد تاني ناخد. لا يا دكتور اصل هنبقى يعني بناخد دي المحاضره ان شاء الله يعني الاربع وعندنا السبت على طول امتحان. فاينل يعني. يا ابني ده هي ساعه ونص عامية. صح؟ ما انت ياسر بتراجع قبل الامتحان مش بتذاكر. دكتور ما احنا لازم نكتب الحاجات في فورم عشان نعرف احنا عارفين الحاجات فين بحيث ان احنا يا ندى مش مشكله السؤال ده بسيبيه في الامتحان ما تشغليش بالك يا دكتور والله العظيم انا بسيب من غير ما انت تقول لي اسيب انا بسيب عشان خاطر اللي ما تحطليش ما تحطليش موقف ان انا اسيب من الاول يعني يا ابني مالكش دعوه الفاينل انت تذاكر يا ابني والباقي بقى مش مشكله ربنا يوفقنا كلنا بصوا هي القصه مش صعبه بمعنى هي القصه مش صعبه بصوا يا جماعه مش لو انتوا واخدين بالكم يعني القناطر دي هل فوقيها في طريق ولا مفيش طريق؟ المفروض مفيش ليه ان شاء الله في طريق جاي كده ما بالمره نعمل كوبري بقى مش في عندك بقى عندك بغلات حملي عليها كوبري من فوق نستريح بالمره ماشي حلو فممكن تبقى ممكن يبقى هنا في ارش بريدج فوقيه ماشي ممكن ما يبقاش فيه ها ما يبقاش فيه ارش ما يبقى فيه ايه ها ايه خرسانه ايه خرسانه ايه كاميرات ازاي يعني مش فاهم ممكن في كاميرا كده كاميرا كده اهي صوت بيقطع يا دكتور مفيش صوت لا ما انت اكيد بيقطع عشان عايز تقفلي والله هو بيقطع فعلا والله فعلا تالك بتالك لا يوجد صوت حول طبعا موجود يا ستي ماشي دي كده الكاميرا جايه من هنا كده فين دي رايحه فين اختان الناحيه الثانيه بتروح بقى كان الرينج بتاع القرش يا جماعه بتاع زمان فاكرين الرينج أيوة. بتاع القرش هنا بقى في كاميرات بقى كده وجنبها شويه هنا كاميرا كمان اهي اهي تطلع كده وتشد بقى الكاميرا كده اهي تروح ناحيه ثانيه وبين الكاميرا ده في ايه مش في سلابز ولا ايه ما خدناش كونكريت ما خدنا يا دكتور مش فارقه اهو كده اهو
يبقى هنا في كامرة 2 3 4 5 6 اهو، وبعد الكامرة في فوق بقى البلاطة بتاعتنا، وبعدين بقى شوية الرمل شوية الأسفلت وبتاع، يبقى الكوبري فوق اهو. ايه يا دكتور انت عايز ايه يعني؟ لا مش عايز حاجة، عايز حاجة واحدة بس. ايه هي؟ انك تبقى عارف ان اكيد الكمر ده راجل بتاع خرسانة قديم وبتاع وكده مش فاهم حاجة، ان اكيد ده هنا في ايه؟ في كونسنتريتد لود مكانه ولا ايه؟ صح. يأثر على البغلة ولا مش هيأثر؟ يأثر. اه طب والبغلة دي ليها اكس وواي ولا ملهاش اكس وواي؟ ليها، ليها اكس وواي كده. اروح جايب الشاطر هنا كده واعمل بقى خط هنا كده، اقول ده محور مثلا وده محور الواي بتاعها اهو، وهي بتلف حول انهي محور يعني. اه واجيب بقى ايه القصص بتاعتنا بقى، هل ممكن البريشر اللي بيزق هنا، البريشر اللي بيزق على البوابات دي لو انا قفلتها يعمل لي مومنت كده على البوابه ولا ما يعملش؟ ممكن. حطيت ميه وهنا ما فيش ميه، هل المومنت تيجي الناحيه دي ولا ما ينفعش؟ ينفع. اه يبقى ربنا وفقنا بقى كلنا صح؟ صح. المهم عشان ما نتعبش اعصاب الناس، لما نيجي ان شاء الله الاسبوع الجاي لما نشوف الموضوع ده ما تقلقوش. ماشي؟ ماشي يا دكتور. يلا حد عايز حاجه؟ آه عايزين بس والله أيوة. ما عارفه، والله ما عارفه احنا عايزين ولا مش عايزين، بس هقول عايزين اسايمنت ينزل، مع ان ما لقيتش وقت احله فخلاص يعني. عايزين تنزل دكتور، ما نخلي 10 درجات اتندنس وخلاص ولا اي حاجه. اتندنس كنت هقول لحضرتك تقول للمعيد ان هو ينزل الاسايمنت، وبعدين بحاول الاقي وقت نحله مش لاقي، بس عايزاه مش عارفه والله. رواد التقديم في البيت يا رواد، لا في لا في ينزل الصبح وسخن العربي يا دكتور. يا دكتور والله المشكله يا دكتور يا ريتنا بننزل كده، في كذا دكتور شغال لنا في الاسبوع ال 14 15 دول شغالين، بس كتير جدا. يا دكتور يعني اسبوع ايه؟ الاسبوعين دول بس فيهم كميه شغل، فيهم مناهج تانية فوق المناهج اللي احنا امتحنا فيهم. ليه يا عم مفيش منك ولا احنا بنسلي وقتنا يا ابني؟ والله يا دكتور يعني والله يا دكتور في دكاتره بتطلب حاجاتك اننا لسه يعني في تاني اسبوع بالظبط اللي هو اه والله، واكن معانا لسه اربع خمس اسابيع نسلم. انت هتلاقي بص عشان تبقى عارفين، هتلاقي الاقسام التعوير ده هي مساله قديمه هتحلها زي ما عملنا كده وشكرا. ماشي خلاص، ممكن حضرتك لو كده تقول للبشمهندس بس ينزله عشان يعني نرجع. حاضر نانينا بس كده، حاضر نينا اكلمه النهارده اقول له. دكتور برضو معلش، ممكن لو الجامعه قالت لحضرتك اي وقت تاريخ الامتحان برضو حضرتك تبعت لنا او على الواتساب؟ لا لو عرفت والله يا ابني حاضر. تمام شكرا يا دكتور. مش مشاكل، حاضر نانيه. شكرا دكتور. ايوه يا ندى، انا عندي سؤال بقى، الفاينل هيبقى شكله ازاي؟ هل هيبقى نفس اللي احنا امتحناه في ال 12 كده؟ هل هخلص؟ لا مش هتخلص. بص يا ندى، عندك الامتحان بتاعك الفاينل ساعه ونص. حلو حلو ماشي. يا ابني الفاينل الفاينل ساعتين. فاينل ساعت ماشي ماشي. ابو هتحل الامتحان في الساعتين ما تلاقيش هيتحل يعني. ايوه ما تلاقيش في الساعتين هتطلعي وتبقى زي الفل ومقفله ما تلاقيش ان شاء الله. اهم حاجه انت ما دام متابعه تقول احنا مش هنجيب حاجه من خارج الخدمه، لو جبنا حاجه خارج الخدمه مش هتحليها. والخدمه لحد فين يا دكتور؟ مين؟ الخدمة لحد فين؟ لما نيجي بس نخلص المحاضرة الجاية بنقعد مع بعض نتكلم في المواضيع دي ما تقلقش. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور شكرا. يلا شد حيلكم ان شاء الله. ماشي يا دكتور. شكرا لك. ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة.